أنا أقول اللاعبين بعد عندهم عطاء أكثر من هذا. أعتقد راح نقدم أفضل أداء. الكل اللي نشوفه اليوم متكاتل. لا تستهين بالخصم. وأنا متأمل بيكم، أنتوا أخوتي وأبطال. مثل ما فرحنا 2007 فرحونا بهاي البطولة. نلعب غيرة وإن شاء الله أنتم قدها. واللي عجبني بالمنتخب ماكو استسهال بالفريق. هي مساندة إلى جهد رياضي عراقي. هاي أسود رفعت راسنا ودي بيضون وجهنا. انتم مهمة وطنية. اقول لكم اياها بقلب يعشق كرة القدم. خلوا العراق في قلبكم وفي وجدانكم وفي ضميركم. واحنا دائما وياكم وخلفكم. احنا نتمنى ان تعيدون البسمة. هيا اسف. نبوس العلم العراقي. خلي على راسنا. وباشر ان شاء الله نرفع العلم العراقي واحنا فايزين. السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة، حلقة جديدة نبدأها بأبرز المتابعات. المنتخب الوطني يجري وحدة تدريبية استشفائية تحضيرا لمواجهة الكويت يوم الثلاثاء. هاو كوتش. هلو. السلام عليكم. ورحمة الله. السلام ورحمة الله. المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، الوحدة التدريبية كانت استشفائية وجميع مواجهات أسود الرافدين المقبلة مهمة. اليوم هي وحدة تدريبية استشفائية بعد تحقيق الفوز في المباراة الأولى على منتخب عمان، ومبروك أيضا للجماهير العراقية. أعتقد يعني ربما البعض أشكل على أداء الفريق، لكن الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث في مستهل المشوار. المدرب اليوم ارتأى إلى تقسيم الفريق إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تكون في مقر إقامة الوفد العراقي بإجراء تمارين استشفائية في قاعة الجيم بإشراف مدربين اثنين متواجدين معهم، اللي هم أليخاندرو المدرب المساعد وأليخاندرو باريل المساعد الثاني، وأيضا مدرب اللياقة البدنية والمعالج الفيزيائي، وهم اللاعبين اللي شاركوا في بداية المباراة. اللاعبين اللي تشاهدوهم أمامكم اليوم في الوحدة التدريبية هم اللاعبين اللي اشتركوا في الشوط الثاني، وأيضا مجموعة من اللاعبين اللي ما سنحت لهم فرصة المشاركة. أيضا حتكون يعني تدريبات متنوعة من قبل الجهاز الفني، من قبل المدرب كاساس، وأيضا كاساس كانت إلى محاضرة فنية قبل التواجد اليوم في الوحدة التدريبية، حث اللاعبين من خلالها على ضرورة التركيز في المباريات القادمة. جميع المباريات ستكون مهمة، وحثهم على أنهم مواصلة الفوز في جميع المباريات من أجل الظفر في البطاقة الأولى أو الثانية إن شاء الله. اللاعب أمجد عطوان يوجه رسالة إلى الجميع، اتركوا الانتقاد إلى اللاعبين بالفترة الحالية. نحتاج الدعم، الانتقاد نخليه على صفحة. اليوم الدعم منكم من الجماهير، أي كلمة ممكن تأثر على اللاعب، ممكن تنتقدون اللاعبين الكبار، أوكي يتحملون، ممكن عندهم الخبرة الدولية للتحمل، الجماهير للتحمل، الإعلام بعض الأحيان بالانتقاد، لكن أنا أتطلب منكم أن الانتقاد الآن توقف عن الانتقاد، بحيث أن نخلص المباراة. عندنا مباراة قريبة، أعرف أنه أكو ولا ماكو، إحنا نطلب من الجماهير يعني من الإعلام انه الان فتره الدعم. نعم انا اعرف الان نحتاج الدعم منكم فقط حتى نحقق اللي احنا نطمح له واللي انتم تطمحون له، هو التاهل لكاس العالم ان شاء الله. والله صراحه احنا حزينين، يعني ما نعرف شو نقول، حزينين، لكن الحمد لله وشكر قدر الله ما شاء فعل. يعني ايمن واحد من افضل اللاعبين، نتمنى له الشفاء العاجل. كنا بالنا يمه البارحه، ممكن قاعدين للصبح احنا منتظرين ايمن،
نتمنى له الشفاء العاجل. عندنا مباراة مهمة، لكن اللاعبين اللي موجودين إن شاء الله إن يقدرون يعوضون أيمن، وأي لاعب يقدر يغيب عن المنتخب راح الإخوان اللاعبين يقدرون يعوضون. رئيس الوزراء يهاتف اللاعب أيمن حسين ليطمئن على حالته الصحية بعد إصابته في مباراة عمان. الحمد لله على السلامة كابتن، طيب إن شاء الله طيب. يا معود تلقتنا من البارحة، إيه إن شاء الله إن شاء الله خفيفة. هسه اطمننا من خلال الاتصالات مع الكادر الطبي، الحمد لله الحمد لله مشافر تمام الصحة والعافية. لا لا بسيطة بسيطة إن شاء الله، مشافة مشافة إن شاء الله. بعدنا هنا بعد قدامنا مشوار تصفيات والمونديال إن شاء الله. إن شاء الله يعني نهديك هنا بالفوز والهدف الرائع والحمد لله هالمرة الرقصة مالت الهدف ما بيها طرد. عضو اتحاد الكرة أحمد الموسى ويوضح آخر المستجدات بشأن الحالة الصحية للاعب أيمن حسين. قدموا التسهيلات الكاملة والإجراءات اللازمة وتم نقله برا إلى دولة الكويت الشقيقة. بعد ما انتقل الأجهزة المتوفرة في دولة الكويت شخصت الحالة بدقة وتم وضع تداخل جراحي بسيط، والحمد لله والشكر اليوم أيمن حسين حالته مستقرة وإن شاء الله يا رب راح تحدد خلال اليومين 48 ساعة مدة تعافيه وعودته إلى الملاعب. الآن هو دخل في مرحلة التعافي ونطمئن جماهيرنا العزيزة بأن الكابتن أيمن حسين بخير وإن شاء الله يعود إلى الملاعب في فترة قريبة إن شاء الله. علاء مهاوي يوجه رسالة إلى اللاعب أيمن حسين، ستعود أقوى بإذن الله. أريد منك رسالة إلى زميلك أيمن حسين. أكيد أتمنى الشفاء العاجل للكابتن أيمن حسين ويا رب إن شاء الله يقوم بالسلامة وبأسرع وقت يا رب. دعم كبير كان من قبل الجماهير للاعب أيمن. أكيد دعم كبير من جمهورنا ليطمنون على صحة أيمن حسين إن شاء الله يقوم لهم بأسرع وقت. غياب أيمن ممكن يأثر بالمباراة المقبلة؟ أكيد غياب أيمن يأثر، ولكن موجودين على الحمادي ومهند ملانهم موفقين إن شاء الله. اللاعب وقع رمضان أيمن حسين في أفضل حالاته وغيابه عن المنتخب الوطني مؤثر. قدر الله ما شاء فعل، يا رب إن شاء الله أجر عافية وإن شاء الله يعود بأسرع وقت لأن المنتخب بحاجة له، وإن شاء الله كل العراقيين وكل اللاعبين ندعي له بالصحة والعافية ويعود بأسرع وقت. طبعا بكل تأكيد هو يعني يمر بأفضل حالاته، كنا متألمين عليه لكن هاي يعني من رب العالمين وإن شاء الله يقوم بأسرع وقت ويرجع للمنتخب بحاجة له. ممكن لكن البركة بالموجودين وإن شاء الله البديل يعوض وإن شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني. إن شاء الله يا ربي أجر عافية ونتمنى لك صحة وسلامة وإن شاء الله تعود بأسرع وقت. تحية أخرى مشاهدين الأكارم، ضيف كورة هذا المساء الكابتن سيف سلمان اللاعب الدولي السابق، مرحبا بك كابتن حياكم الله. أهلا وسهلا بك والشرف لي أكون متواجد معك أستاذ علي أخ عزيز ايضا تربطنا علاقه طيبه بك واتشرف انه اكون متواجد معك بقناتك الكريمه. شلونك؟ بخير شنو الاخبار؟ نعمه. خلينا نتحدث عن فوز منتخبنا الوطني على نظير العماني، انت كلاعب منتخب وطني شلون شفت هذا الفوز من وجهه نظرك؟ والله بالتاكيد انه الفوز فوز مهم جدا، الثلاث نقاط في هذه المرحله مهمه جدا. نعم. يعني مثل ما تعلم ويعلم الجمهور العراقي انه احنا بمرحله الاخيره بالتصفيات والنقاط اللي تحصل عليها في هذه الفترة كل النقاط اللي تحصل عليها هي نقاط ثمينة جدا ومهمة جدا. الفوز يعني الثلاث نقاط غطت العيوب اللي متواجدة في المنتخب الوطني. بالتأكيد انه اكو
اكو سلبيات كثيره جدا بالمنتخب، ويعني مع بعض اللاعبين وبعض الاسماء، لكن في المجمل العام انه النتيجه هي مهمه في هذه الفتره، انه الثلاث نقاط مهمه. الحمد لله انه فزنا واخذنا الثلاث نقاط. الحالات السلبيه اللي مشخصانا في المنتخب الوطني اكو لها اسباب كثيره جدا. عجبك الاداء لو ما عجبك؟ انا عجبتني الثلاث نقاط، عجبني فقط. نعم عجبني الاداء بعض اللاعبين، يعني تقريبا يعني اربع لاعبين ومن ضمنهم الحارس، وعجبني ايضا اسلوب المدرب. يعني ثلاث لاعبين وحارس عجبوك فقط؟ نعم هم اللي كانوا أول. لو اربعة وحارس تقريبا، لو ثلاثة اربعة وحارس. منو اللي عجبك؟ زين قول زين. اللي عجبني هم شوف على عن صعيد الدفاع كانوا ممتازين جدا من جانب التغطية. واحدهم اربعة؟ لا انا اجيك انه كخط. لا اول شيء طيب اللاعبين بعدين نناقش الخطوط. من اللاعبين اللي عجبوك في المباراة؟ اللاعبين الممتازين كانوا في المباريات هم اكثر اللاعبين جاهزيه باللياقه البدنيه. اللي هم يعني مثل ما تجي انه يوسف الامين وابراهيم بايش هم متواجدين مع الدوري روشن السعودي. صحيح. ودوري قوي، وبنفس الوقت هم مستمرين في اللعب، لذلك انه استمروا في 90 دقيقه في افضل عطاء. مثل ما تذكر المباراه انه ابراهيم بايش انه تسبب في الطرد وكمل لل 90 دقيقه. يوسف الامين كذلك. ريبين كان جيد جدا. كانت اكو نقاط مهمه على ريبين، انه لاعب بطيء ولاعب انه اي لاعب مهاجم سريع انه يجتازه، لكن في هذه المباريات شخص اخطائه وكان لاعب جيد جدا. جلال هو كان الفارق الاساسي في المباريات. وايضا كان ايمن حسين. هم هؤلاء اللاعبين ثلاثه الى ومع الحارس وامير هم كان ممتاز جدا في خط الوسط. انت من تجي ذكرت لك انا اربع اسماء وحارس من عدا جلال انه لم يشارك في الدوري العراقي. هذه المشكله من 2003 نعاني من عندها احنا كلاعبين، لليوم ما انحلت، رغم انه الاتحاد والناس المسؤولين والدوله انه تقول احنا في دوري محترفين، مع كل الاسف انه لحد الان ما جاي نصير حالنا حال باقي الدول، نبدي مثل بدايه الدول الخليج. يعني منتخب عمان ثلاث مباريات لحد الان هم خاضوا في. صحيح. في الدوري. لذلك هم ذول اللاعبين الأربعة اللي كانوا ممتازين عن صعيد اللياقة البدنية. لو قلت لك لاعب ما عاجبك مستوى بالمباراة شنو تتوقع منه الأفضل؟ شوف بصراحة أنا بوجهة نظري أنه أكو لاعبين أفضل من أسامة. أسامة رشيد. أسامة رشيد يعني مو انتقاصا باللاعب، أتمنى له الموفقية إن شاء الله. هو قبل لعب منتخب. بلي قبل لعب منتخب مع نشد ومع قصي هم كان متواجد واستدعوه. يعني ما اعرف انه خطه الاتحاد وخطه الكادر التدريبي هم لهم وجهه نظر في هذا اللاعب. احنا رايحين مقبلين على كاس العالم وهذا اللاعب صار له فتره كبيره جدا مع المنتخب. لا مو هاي المعلومه، لكن مو كثيرين يعرفوها انه استدعاء اسامه رشيد للمنتخب الوطني قبل تواجدك بالمنتخب. نعم يعني انت كنت اولمبي؟ انا كنت منتخب شباب وكنت اولمبي، هو مع المنتخب الوطني حتى كان مع زيكو اتذكر، اعتقد لو زيكو لو ورا زيكو لو قبل زيكو. اتذكر تصريح لحسين عبد الواحد هم حكى بهاي المعلومه، قال اسامه قديم بوقتنا كان يلعب. نعم انا رحت قلت لك اول استدعاء لي مع المنتخب هو قبل بشهرين، كان معسكر في قطر. هذه بعيدا عن الفتره مشكله، مستواه شلون مو مشكله هي. العمر ما يعني ما ياثر في كره القدم. زي. يعني العطاء، انا احكي لك على العطاء وعلى اسامه. لو كان امجد عطوان متواجد في الفتره الماضيه مع المنتخب مستحيل انه يكون اسامه اساسي وامجد بديل. يعني امجد على 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 عطفا على المستوى تقصد. امجد زيدان لاعبين لهم اسماء. يعني وجهه نظر المدرب يجوز له وجهه نظر، يجوز يطبق له تكتيك معين. زين زيدان انا هم اريد اشوف، راح احكي بي وياك كثيرا بس. نعم. لاعب انظلم بعدم الاستدعاء للمنتخب الوطني من وجهه نظرك؟ شوف هو ماكو، ما اعتقد انه اكو لاعب انظلم بالمنتخب بالفتره، بس يعني كان محمد قاسم كانت عليه فت حالات يشخصوها المدربين وحالات يشخصوها اللاعبين. ويعني بالفتره اللي كان حالات مثل شنو؟ يعني كان
ما اعرف انه اللي اسمعه انا الولد ما متعايش وياه وتربطنا علاقه طيبه بانه محمد من اللاعبين الخلوقين ومن عائله يعني متربيه تربيه ممتازه، لكن انه اسمع انه اللاعبين انه ما يعطي ما يتمرن مو قريب على اللاعبين، علاقته مع اللاعبين مو جيده، لكن مو كل شيء يقال انه صح. بالفتره اللي كان محمد بعيد عن المنتخب كان يستحق انه يكون متواجد، بالاخص انه بالفتره اللي راحت وايضا في بطوله الخليج. زين، شنو رايك بتجربه كاس اس مع المنتخب الوطني؟ شوف انا المشكله صراحتي تكرهني ببعض الناس وبعض الصحفيين وبعض اللاعبين وبعض الناس اللي مسؤولين. زين، افضل فتره يمر بها المنتخب العراقي من جانب الاستقرار الفني والتكتيكي والادائي والنتائج مع كاس اس. حلو. من فتره استلام المنتخبات كلها كل شيء مهيئ لهذا المنتخب، سواء كان مدرب، البنيه التحتيه، الماده، الدعم، بعض الدعم مو الكل، لانه بصراحه انه احزن انه انا لما اشوف واحد ابن بلدي انه يطعن بالمنتخب الوطني ويطعن بالكادر التدريبي. يعني انا اتفاجئ انه منو طعن؟ المنتخب فايز استاذ علي، المنتخب فايز وكحاله سلبيه جدا، المنشور عبالك محضر للكادر التدريبي وللاعبين. اول ما خلصت اللعبه الكل بالسوشيال ميديا واغلب الاعلاميين واغلب الناس اللي مسؤولين الصحفيين ويعني بالسوشيال ميديا الناس اللي موجودين اكثر من حاله انه شفتها. انت لما تجي تقيس فنيا على هذا المدرب وعلى هذا المنتخب اكو فروقات كثيره جدا، اكو اسباب انه المنتخب ما قدم مستوى جيد في مباراه عمان، مثل ما ذكرت لكم افضل يعني اربع لاعبين هم اللي ذكرتهم انا، ما احكي لك عليهم فنيا، احكي لك عن جانب اللياقه البدنيه بس، هم اللي متواجدين حتى لا جاهزين راضي عن فتره كاس اس بالمنتخب 100% 100%. مدرب جاي يشتغل مع الكادر، مع هو وكادر التدريبي مع اللاعبين، اختياراته للاعبين اوكي. انه اكو انت لما تجي تحلل المنتخب العراقي اوراق كاس اس مكشوفه بصراحه. احنا اللاعب اللي معروف علينا اول فتره اللي مع كاس اس اللعب القوي، اللعب اللي على الجانب، الكرات الثابته انه يستغلها اوكي. هذه كل المنتخبات. استذكر تصريح للكابتن محمد عبد الزاهر ابو حالوب، نعم، عنده تصريح يقول راضي شنو ايش الافضل من كاس اس فنيا، انت شنو رايك؟ شوف كل مدرب وكل احنا نجي على الكادر التدريبي، كل مدرب له اسلوب لعب. يعني مع يعني تحياتي الكابتن احمد وايضا كابتن راضي شنيشن، مدرب كبير جدا وحقق انتاجات نتائج كبيره جدا مع المنتخبات الوطنيه، سواء كان الرديف او الشباب او المنتخب الوطني. انا بوجهه نظري كلاعب انه اشوف افضل فتره للمنتخب الوطني مع كاس اس. اذا انا مع مدربك خل افسرها بتصريح اعلامي انه سيف سلمان يقول، نعم، افضل مدرب قاد المنتخب الوطني على فتره اخر 20 سنه هو كاس اس. افضل مدرب بهذه الفتره مع هذه المجموعه مع هذه النتائج هو كاس اس. لحد الان كاس اس لم يحقق اي انجاز من عدا بطوله الخليج. انت لما تجي تقيم من هو افضل قائد منتخب الوطني صعبه، انه لازم ترجع على انجازات المدربين اللي حققوها مع المنتخب الوطني. زين، انا دا اقول حاليا على مستوى تتحدث الاستقرار الفني، الاستقرار الفني والاستقرار اللي انا يعني عشت في هذه الفتره اللي جاي يعيشوها اللاعبين، انه المدرب مانع تصريحات اللاعبين، ممكن يصرح اللاعب البديل، ممكن يصرح اللاعب اللي بعيد عن التشكيل. وايضا لما نتلاحظ تصريح اللاعبين كانما انه معلمين شنو تقولون في الاعلام. عشتها بفتره الازدهار للمنتخب، عشتها بفترتك مع مدرب معين؟ نعم، عشتها مع كثير من المدربين، اولهم انه اوجه له تحيه الكابتن حكيم شاكر وايضا كابتن راضي شنيشن. هم كانت هيك اكو فتره استقرار. نعم، نعم، نتائج. نعم نعم، بطوله الخليج في تذكرها انت والباقي التصفيات اللي مؤهل النهائيات كاس اسيا مع كابتن حكيم شاكر. ايه، عشنا هذه التجربه والان نفس اللاعبين دي يعيشون هذه التجربه. ما دام ذكرت حكيم خل اسالك هذا السؤال. ايه، بربك بس اريد شهاده للتاريخ. اكيد فعلا حكيم شاكر قايل الامجد كلف، ما اعرف شلون اعتبر داعش بالكوت، واذا فزنا
تطلع داعش من الكوت؟ هو قال هذه الكلمة، لكن الناس وأمجد أوجه له تحية إنه حكاها يعني بملخص كوميدي الموضوع، والعالم فسرته هيك. بالتأكيد إحنا كنا نمر في فترة صعبة جدا، إنه مع كان العراق كله يمر بفترة صعبة، كل شعب العراق مو بس اللاعبين. زين. وكان هو كابتن حكيم شاكر من النوع اللي يخليك يعيشك بالشيء اللي متواجد يومي في العراق. شوف احنا بصراحة نقولها بما فيهم المتحدث، احنا اللاعبين العراقيين ثقافتنا محدودة مو مثل باقي الدول. هسه انت لما تجي على باقي اللاعبين الدوليين، الدولة خلص انه ليفل عالي، واصلين المرحلة انه يعرفون شنو يتصرفون في حياتهم. لكن اللاعب العراقي لازم تذكره باهله، تذكره بعيشته، تذكره تشتغل على الجانب العاطفي، انه انت شنو كنت في قبل ما تكون بالمنتخب، بلدك شنو دا يمر حاليا. وبالتاكيد انه امجد ترى على فكره بكى، مو بس امجد بكى، محمد بكى، وكل اللاعبين اللي متواجدين بالمنتخب، لانه كان الظرف في وقتها يستر. يعني حكاها بس امجد انت يعني مع هذا اللون امجد انه شويه حكاها للطرفه، يعني كوميديا زيدها. انت مع هذا اللون، لون المدرب يجب ان يكون تحفيزي يؤثر باللاعب عاطفيا؟ ليش قصاص السمدي ماكو؟ شوف علي، بكل عمل لازم ان المدرب يحفز ايجابي، مادي، معنوي، كل الناس اللي متواجدين. رئيس الاتحاد ليش ما يحكي، ما يذكر انه بلدك محتاج، بلدك لازم تنطي، لازم يونس؟ مستحيل. انه اخواني اكثر اللاعبين، هسه اغلب اللاعبين اللي متواجدين انا عندي تواصل وياهم. نفس الصيغه، هو سواء كان مدرب محلي او مدرب اجنبي. زين. كل المدربين يروحون على العامل. خلي نعود للقائم البيدك. ما تشوف نعم. زيدان مظلوم بعدم المشاركه مع المنتخب؟ والله ما انا قلت لك اكو مؤشر على وسام لاعب جيد، يعني ما انتقص من الـ من الـ من الانسان، امكانيته حلوه، بس لكن اكو افضل من عده، بالاخص بالمركز اللي يلعب به اللي هو زيدان اقبال محور. يعني لاعب ممتاز جدا، يعني ضروري. يعني انا هسه من ضمن التشكيل اللي انت محتاجها من عندي انه يكون متواجد مع الكويت، زيدان راح تلعبه اساس. نعم. يعني عاجبك مستوى زيدان؟ كلش لاعب على مستوى عالي. اكو تصريح ما اعرف انت قايله او منسوب لك بالسوشيال ميديا، وهو تقول بشار رسن افضل من زيدان. لا شوف، اجت فتره زيدان ما يلعب بالنادي، هسه حكينا كان مانشستر، هسه حكينا استقرار اللاعب، اللعب للمباريات، استمرار اللاعب لما يلعب بالمباريات 90 دقيقه يكون نفسه رتمه عطائه يختلف عن اللاعب البديل او اللاعب الغير جاهز. يعني هذا التصريح موجود زيدان بالفتره. نعم انا حكيته وعيده. زيدان صارت مقارنه بين زيدان وبشار، من هو الافضل حاليا كان سوى المراكز تختلف. قصد شلون قارنته جناح بمحور؟ بوقته كان بشار، لا بشار يلعب اكثر من مركز. زين. ايضا يلعب حر وصانع بشاران، يلعب ويا الولد. بالفتره اللي كان بيها بشار وزيدان، زيدان ما لعب ولا لعبه، يمكن اعتقد اخر 20 دقيقه مباراتين، يعني ما لعب اساسي بالفتره. المنتخب ما يحتاج مجامله انه هذا اللاعب جيد. اوكي المباريات ضروريه جدا للاعب، انه هذا منتخب مو نادي، انه انت عندك تعويض انه تعوض في المباريات اللي لا القادمة. ما هسه تصريحك مدحك بزيدان باداء زيدان. نعم انا هم مدحك يوحي لي لا استاذ انه علي. انت ما عندك استهداف شخصي من اللاعب، من جيد جاي تقول جيد. هذا راح اجيك عليه هسه ان شاء الله بالحلقه، انه العالم انه اتطرقت لهذا الكلام انه سيف سلمان ضد زيدان. بالعكس، مو ضد احنا كلاعبين، لا بالاخص دعك عن الاعلام ودعك عن الشارع والمحللين. بالاخص اللاعب لما تجي تقول له قيم لي فنيا، انا لما اجي اقيم لك كلاعبين اقيم لك اياهم فنيا، منو الاجهز للعب مع المنتخب الوطني؟ ما اجي اقيم لك هذا احسن من هذا، لا انا على الجاهزيه حكيت. بالوقت اللي كان متواجد بشار وزيدان والمباريات والتصفيات، قلت انه زيدان لاعب جيد ولاعب امكانيته على مستوى عالي، وافضل اللاعبين وراها، قلت افضل اللاعبين اللي متواجد، افضل المحترفين المتواجدين بالمنتخب الوطني. بس يتنوخذ هاي، هم شخذوها اخذوها باوع، لانه مو بس اخذوها، لانه اني لو غيري حاكيها طبيعي. استقرار امير العماري مع المنتخب الوطني في هذا المركز شلون تشوف؟ انا هم خاله مع تشكيله الكويت بصراحه، انه بديل ايمن كانيته ما شاء الله عليه، انه لاعب بنيه جسمانيه، وايضا انه هو
من اللاعبين اللي جاي يلعبون. انت رحت على علي الحمادي؟ علي الحمادي. انا سالتك على امير العماري. امير لا، امير اللاعب الوسط الارتكاز. أيه. امير ممتاز جدا، امير تغطيته مع المدافعين مستواه، وايضا هو بالدوري انه يلعب مو بديل. أنا هم خاله من ضمن اللاعبين اللي عطاءه مع المنتخب شلون تشوفه بهذا المركز؟ والله شوف بالاخص انا اكثر شيء انه اركز على اللاعبين الوسط، لانه احنا نفقد اللاعب المحور الدفاعي بصراحه. يعني واحد من اللاعبين بدون ذكر اسماء مع المنتخب حاليا متواجد، يقول المدرب لحد الان يدور على لاعب بامكانيتك اللي كنت تلعب بيها مع المنتخبات الوطنيه، اللاعب يسموه المدافع الثالث او المدافع الخامس، اللاعب الوسط الارتكاز. كل اللاعبين المتواجدين كلهم جيدين جدا وكلهم عندهم امكانيه حلوه، لكن ينقصنا انه اللاعب نحكيها بالعاميه انه اللي يسترجع الكره، اللاعب المدافع اللي في 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 الوسط اللي يصير هو جدار حمايه للخط الدفاعي. نعم هذا 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 يفقدنا. يعني هم امكانيتهم باستلامهم بالكره، بتدوير الكره، بحيازه الكره جيدة جدا بالوسط، لكن استرجاع الكرة يكون عندنا ضعيف جدا وياخذ وقت انه حتى يلا نسترجع الكرة، وهذا خطأ. يعني زين انا سألتك تقريبا بكل لاعبين الوسط باعتبار مركزك. نعم. عودة صفاء هادي للمنتخب الوطني. والله شوف هي خيارات المدرب، هو هذا اللي موجود مع الدوري وهذا اللي موجود بالعراق، هم ذول اللي موجودين، هم اللي افضل المتواجدين في الدوري وايضا في الاسماء اللي مع المنتخب. يبقى خيارات المدرب من هو اللي يشارك الاساسي والبديل. غياب ايمن حسين عن المباراه بسبب الاصابه تعتقد بانه مؤثر في خط الهجوم؟ شوف ايمن حسين من افضل حالاته لحد الان في المنتخب الوطني، وبالتاكيد انه احنا كل اسلوب لعبنا على ايمن، و يعني لما تجي تحللها فنيا احنا طريقة لعبنا مكشوفة ومعروفة، انه امجد من اللاعبين المهمين جدا محطة مع المنتخب الوطني. تأثيره راح يكون تأثير كبير جدا بالاخص في هذه المباريات مع الكويت، انه ايضا انه احنا محتاجين 3 نقاط في هذه المباريات، حتى لا سامح الله اذا يجي اي منتخب نتعثر معاه انه اكو تعويض في هذه المباراة. اتمنى له الشفاء العاجل. ايمن من اللاعبين المهمين جدا، من اللاعبين اللي يعتمد عليهم هو الكادر التدريبي بالاخص، لما يعني تشوف في التدريبات او في السوشيال ميديا اللي ينزل حتى ملامح المدرب انه تغيرت ملامح وجهه، انه تغيرت بعد غياب ايمن. واحنا ايضا كلاعبين سابقين للمنتخب الوطني وايضا كجمهور حاليين انه زين ايمن من اللاعب المهمين من وجهه جدا. نظر فنيه لو لك القرار ان تعوض ايمن في مباراه الكويت ستشرك ايمن مهند علي اساسي لو علي الحمادي؟ لا علي الحمادي جاهزيته افضل من ايمن بصراحه. ايمن لاعب ممتاز ولاعب له يعني خبرة مع المنتخب الوطني، لكن احنا نجي على الأسماء اللي متواجدة. أي لاعب اللي هو جاهز بهذه الفترة انه لازم يكون متواجد. يعني أنا عفوا الله يساعد الكادر التدريبي على هذه الفترة. شوف هي مسألة بسيطة جدا للناس، يعني هاي رسالة للناس اللي مسؤولين اللي متواجدين بالاتحاد أو حتى الحكومة، غيروا توقيتات الدوري إلى متى؟ يعني من 2003 ولحد الآن أي مدرب يجي مع المنتخب الوطني بداية مشواره او بدايه التصفيات او بعد مرور فتره انه يعاني من وقت الدوري الممتاز، وهذا عمل خطا جدا انه ان شاء الله الناس اللي مسؤولين هم يقيمون هذا الموضوع ونبدي دورينا حالنا حال باقي الدول اللي متجاوزه. خلي نترك سيف سلمان بخياراته الفنيه يختار من قائمه المنتخب الوطني تشكيله لمواجهه المنتخب الكويتي. شنو تشكيلتك؟ شوف هذه المباريات هم راح تجرنا مثل مباراه الاردن. زين. هاي خذها مني من هسه. حتى لو ما راح يدخل الجمهور راح تلقيهم على الجسر مال الايطالي واقفين ويهوسون. راح تصير وراح تصير من من وتذكرني. راح تصير افضل مباريات المنتخب. بس هي بالكويت اللعبه. اعرف اعرف. فباوع لها من الجسر الايطالي. قريبه. راح تلقيهم يدبشون هناك. زين. دخل الجمهور او ما دخل هذا امر سياسي يعود للناس اللي هم لا اعطيني رايك اللي مسؤولين عنه.
التشكيلة أنت لا قبل التشكيلة نعم. رأيك بعدم دخول الجمهور أو دخوله مؤثر بالنسبة لأداء منتخبنا إذا راحوا 5000 أو راحوا أقل أو أكثر؟ شوفوا هذا جاء من جانب العراق. هسا بعض الناس اللي الجمهور راح يقولون لا وشلون واللاعبين ما إحنا اللاعبين متعودين نلعب برا ملعبنا بدون جمهور، فهذا اللاعب العراقي متعود عليه، وهذا راح يصير أيضا حافز للاعبين انه انت اكرمت الضيف والضيف سوى بك كذا وكذا وكذا. انا ما اتطرق لهذه ونعوض جمهورنا بالفوز انا ما يعني من هذا الجانب زين طيب هذه حاله ايجابيه راح تكون في حراسه المرمى جلال حسن ريبين وزيد تحسين زين ودوسكي وحسين علي اذا تم شفائه شويه نعم. التشنج زين نعم هذا يتبقى اكو يعني تقريبا عندنا 9 أيام 8 أيام 5 أيام يعني يومين ثالث ان شاء الله باذن الله اذا شد عضلي يعود لل زين في خط الوسط هم اللي متواجدين 5 حاليا اللي شاركوا في المباريات وسام رشيد وامير العماري انا بوجهه نظري يكون امير العماري مع زيدان اقبال في مباراة الكويت لأن مباراة الكويت نحتاج إلى لاعب محطة شلون أقول لك مو محطة اللي يخرج بالكرة يستلم الكرة ويعرف يتصرف بيها فزيادان وأمير أي أسامة رشيد ما عنده هذه الإمكانية أنه يحافظ على الكرة زيادان أنه نحتاجه في هذه المباريات زين. وأنا أعتقد أنه كاساس راح يشركه لأنه كاساس دائما أنه هو يفاجئنا بالتشكيل بعد عندك ابراهيم بايش ويوسف الامين للاطراف نعم وعندنا انا خليت بين مهند وبين علي بس اشوف بوجهه نظري الحمادي يكون افضل من في هذه المباريات مو حتى لا تحسبوها علي في هذه المباريات هاي التشكيله مع علي جاسم علي جاسم صانع العاب نعم وجهه نظري هذه تشكيلتك لمواجهه لانه كافي اللعب اتوقع ترى يعني ما اختلف بيها شيء بس انت قعدت اسامه رشيد لعبت زيدان اقبال نعم لانه انا ليش هذه التشكيله واضطرينا ننزل الحمادي لاصابه ايمن يعني نفس تشكيله كاساس اي ليش؟ الاجهز انت تعاملت مع الاجهز لانه اللاعبين ذول اللي متواجدين هم الافضل هسه لا تقول لي مثلا تجي بالتلفزيون او بالسوشيال ميديا ما شاء الله كلها صايره عباقره والمحللين مع احتراماتي لك والناس الطيبه كلها صايره مدربين لا واحنا شلون هاي التشكيله ولازم هذا فكر تدريبي للمدربين المدرب يلعب اللاعب الجاهز اللي جاهز فنيا وبدنيا احنا عندنا لاعبين تقريبا نص الاسماء اللي متواجده مع المنتخب الوطني هم لاعبين محليين وانت دوريك بعد لحد الان ما بادي فاللاعبين اللي هسه لعبوا اللي متواجدين جلال وتحسين واللاعبين اللي باقين هم ممكن في هذه المباراة لياقتهم صارت شوف بالعراق صايرة ثقافة التحليل شوية لكم مورينيو يا أهلي أطب آني على الانستغرام أطب على السوشيال ميديا مورينيو قاعد بقهوة ولاملة 6 7 8 ودي يحلل كاساس ويحلل اللاعبين ويحلل المنتخبات كلها هاي تشوفها أنت بالقهاوي كلها مدرب وآراءهم مؤثرة بالسوشيال ميديا يعني لما يجي ينطيك محضر التليفون بس صارت 90 دقيقة اضافي طب نزل حكي على المدرب يابا على كيفكم هداوة شوية المدرب عنده مهمة كبيرة جدا انت لما تطعم بالمدرب وتجي تحلل انت رأيك الشخصي انت انا بوجهة نظري هذا رسالة للجمهور الجمهور ليه يصدق بكل منشور او يصدق بكل شخص انه يحكي على المنتخب ويحلل انت تريد اسمع لاعب كان سابق اسمع مدرب اسمع محلل يحلل كرة القدم بانصاف اسمع مقدم برامج ما عنده هدف معين يتجه عليه ويكسر بالمدرب ويكسر باللاعبين ويكسر بالناس اللي متواجدين عندها اهداف اخرى طبعا وهسه احلى يعني افضل شغله واحسن شغله سواها الكادر التدريبي بعد كل الاعلام عن المنتخب الوطني وهذا انا بوجهه نظري ابصم لك بالعشره هذا مو قرار المدرب هذا قرار الاتحاد قرار استاد عدنان درجال ويونس محمود لان هم وبالاخص يونس عاش هذه الفتره حكيم شاكر مع المنتخب الوطني 4 سنوات 5 سنوات وياه ما يدخل اي صحفي بالفندق
ولهذا السبب انكره من اكثر من مقدم برنامج، اكثر من صحفي، اكثر من مراسل. ما يدخل للفندق، ما يشوف اسرار اللاعب اللي متواجده. ممكن لاعب يختلف مع مدرب، ممكن لاعب يختلف مع اخوه، لاعب اللي متواجد مع المنتخب الوطني. عاجبك دور يونس محمود بالمنتخب؟ طبعا بالتاكيد. احنا عندنا مثل يقول انطي الخبز الخباسته. اي لاعب، اي انسان كان لاعب منتخب، ما اقول لك الكل، كل بعض يجوز يخطأ بالتدريب، يخطأ بسوء تصرف بتصريح بشيء معين، لكن هو هذا اللي معارف عليه. القصاب قصاب واللاعب لاعب بالتأكيد. يعني يونس محمود، يعني يونس هو من كان لاعب، هو كان حافز للاعبين الصغار. أنا عشت وياه ولعبت وياه أكثر. الأكثر من المدرب ينطيك حافز، وأكثر من المدرب يشجعك بداخل الملعب. حلو. كيف هسه يعمل مع الاتحاد؟ فبالتأكيد أنه هسه تشوف بالتواصل وبالتلفزيون أنه نشوف يونس محمود أنه دعم للاتحاد ودعم للاعب العراقي. حظوظ منتخبنا أمام الكويت في الكويت؟ والله هي مو صعبة المباريات، وأيضا ولا سهلة، لكن أنه أتمنى أنه تكون نتيجة إيجابية، لأنه إحنا محتاجين لهذه الثلاث نقاط. الحمد لله أنه أنت فزت. أرجع وأقول لك أنه أنا بوجهة نظري أجيك أقول لك لا تلعب لي، لا تصير لميسي ولا تصير لكريستيانو رونالدو. قدم المدرب شو يقول لك عليه، نفذ الواجبات وجيب لي ثلاث نقاط. لا تلعب 90 دقيقة، لا تلعب خاصة بهاي التصفيات، بالأخص بالنهائيات. جيب لي ثلاث نقاط وروح عساك ما قدمت اللعبات كلها. تباشر عقبة من تجي شو يقولون؟ تاريخ ما يذكر. يقول لك مستواك والله كان زين مع الكويت بس خسرت. ايش شو اسوي بيه؟ انا اريد ثلاث نقاط. اريد نقاط فوز. اعطيني ثلاث نقاط اروح الكاس العالم. كل الناس، كل شوف هذا الفكر، الحكي اللي انا دا احكي، هذا يحكي اللاعب، يحكي المدرب، يحكي المحلل الذكي، يحكي المقدم برنامج الواعي الرياضي اللي يعرف يوصل فكره. اما الناس الباقيين لا، والله احنا فزنا ومو زينين ومستوانا مو زين، ويكتبون على المدرب ويكتبون على يا باب هداوه. اهدوا شويه، اهدوا. اكو حالات انت ما تعلم بيها بالمنتخب، لاعبين غير جاهزين، الفتره الاعداديه ضيقه جدا، ما لعبنا مباريات تجريبيه بمستوى عالي مع مثل المنتخب العماني. ليش انت لاعب ويا من لاعب ويا مع احتراماتي ما اريد اذكر اسماء، لاعب ويا منتخب عادي غير منتخب عمان، هو غير من افضل المنتخبات باسيا وافضل منتخبات بالخليج. ليش احنا كنا جيدين بالباقي المباريات لما تجي تحلل على منتخب عمان؟ انت من جاي تجي تقول منتخبك مو زين، انت مو عندك حالات سلبيه جدا متواجده مع المنتخب الوطني، وتجي ايضا مع انت لاعب مع عمان، مع منتخب بقيمه عمان. اذا انت تقول ما دام حصلنا الثلاث نقاط ومع عمان ما حد يسولف، ومع عمان مع اين كان مهم منتخب وفي تصفيات كاس العالم. لا تحكي انت، لا تجيني تصير مورينيو كامش تليفونك بقهوه وخالي النرجيله بحلقك وطق طق 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 وتكتب على المدرب وعلى الاتحاد وعلى اللاعبين. ممتاز. ثلاث نقاط، هي هذه التصفيات تحتاج لها ثلاث نقاط. ونقاط سنتأهل لكأس العالم؟ والله في هذا المستوى إن شاء الله. أنا يعني بوجهة نظري بإذن الله نتأهل. متفائل. بإذن الله متفائل كلش، لأنه لما تجي تشوف الترتيب احنا الحمد لله والشكر ان اليوم على مكامل مصدر الدوري، وايضا المنتخبات هذا هم مو قياس، انه المباريات اللي راحت كل المنتخبات السعوديه وباقي المنتخبات وقطر يخسر مع الامارات، هذه هم عامل ايجابي وعامل اساسي للمنتخب الوطني، وفرصه ذهبيه لهؤلاء اللاعبين يسجل لهم تاريخ كبير جدا. يعني انا احسدهم، اتمنى متواجد مع المنتخب الوطني. والله العظيم وحق هاي النعمة أركض بيدي وبحيقي وبسنوني وبرجلي، أقتل نفسي داخل الملعب، صير أفضل من فلان وفلان وفلان وفلان، بالأخص دول اللاعبين أغلبهم محققين بطولة الخليج وهم بتصفيات كأس العالم ولاعبين محترفين. صار 38 سنة تقريبا على تأهلنا الأول ب 86. تخيل لليوم نذكر نجومنا اللي صعدوا ب 86. منو
نقول احمد راضي، نقول باقي الاسماء، هذه باسل جورجيس وهكذا، هذه المجموعه انت كلها. تعرف يعني شنو منتخب العراق يروح الكاس؟ يعني ذولا يصيرون اساطير، تاريخ هي تدخل مع التاريخ الكره العراقيه. ممتاز. يعني انت كلاعب هسه بينك وبين نفسك اقعد، انت اذا تسمعني بالفندق قاعد او تسمعني او ما تسمعني، ان شاء الله انه توصل رسالتي، بينك وبين نفسك اقعد قول اني لما نصعد كاس العالم شنو راح يصير؟ راح يصير من ضمن الاساطير اللي متواجدين بالعراق، ها، وتقيم افضل منهم بعد، لانه الكره كانت مو كره، مع احتراماتي للاجيال السابقه على الصعيد التطور نحكي، كره القدم الان حديثه وصعبة. طب هذه الفترة وتصعد كأس العالم، فأنت أفضل اللاعبين اللي متواجدين على تاريخ العراق. ممتاز. إنجاز وليس فنيا. فنيا عندنا لاعبين أساطير أفضل من ذولا، أجيال التسعينات اللي راح أساطير غيره. بس أنا أحكي لك فنيا، أنت تريد العفو، إنجاز. إنجاز الإنجاز يحقق لك. عاجبك عمل اتحاد كرة القدم؟ بالتأكيد أوجه لهم تحية، واكيد انه عمل الاتحاد عمل كبير جدا وما يجي عن فراغ، اذا مو دعم الدوله، دعم الناس اللي مسؤولين بوزاره الشباب والرياضه، وايضا في كل محافظات العراق تشوف انه دعم للمنتخب الوطني، وشهاده انه تشوف. بس الاتحاد عمله ما يقتصر على المنتخب الوطني، اكو جوانب اخرى ودوريات تعودنا عليها، احنا متعودين عليها. انت لما تجي وفر الذولة شيء وسوي الدوري منظم، حالك حال البقية والباقي سهل. هسه أنا جاي تشتغل مع المنتخب الوطني، أنت هسه بينك وبين نفسك إحنا أفضل من السنين اللي راح تستعد. أنت مع ولاية ثانية لعدنان درجة؟ طبعا أكيد 100% هو الأفضل. كارتات ملونة مع سيف سلمان، يا كارت تختار؟ أحمر. ما نجاح الكارت الأحمر. أفضل لاعب محترف في تاريخ العراق؟ يعني منو؟ علي عدنان بالتأكيد بدون أي تردد، أفضل معترف مر على تاريخ العراق، كل شيء، فنيا، ذهنيا، سلوكيا، تاريخيا، علي عدنان هو الأفضل اللي متواجد. أخوان بعد من تسوون هذا السؤال كتبوا بصفة ثاني، يلا افضل ثاني محترف بتاريخ العراق. افضل ثاني، يعني واضح عد راح تقول علي عدنان. افضل ثاني محترف اتمنى انه يستمر في اللعب، واتمنى انه تكون عنده فرصه، وان شاء الله تكون عنده فرصه حسب ما منو وصلني، انه علي. يا علي هو علي جاسم، انه هو جوهره انا اعتقده، ان شاء الله كل احنا نوقف معه، يمر بفتره صعبه جدا، انه تعرف انه انت لاعب نجم في بلدك وفي منتخبك وفي قارتك، وتكون لاعب غير، يعني مو نقول غير محبب بناديك، بالعكس المدرب اشاد به واللاعب مرتاح مع ناديه، لكن لما توصل على مستوى انه مستوى ايطاليا، يعني بالتاكيد انه ايطاليا مو ايطاليا قبل 6-7 سنوات، او مو دوريهم، انا بوجهه نظري الدوري السعودي افضل من الدوري الايطالي. والله بالتاكيد. فنيا؟ فنيا بالتاكيد الدوري السعودي من افضل 5 دوريات العالم. ما عنصريه يعني انت احترفت بالدوري؟ لا 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 ما لها دخل، والله ما لها دخل، انت تعال فنيا هسه بعدين على، خلينا ويا علي. يلا السؤال. من منصف ومن شخص عنده تجربه احترافيه، نعم. لو كان علي ما مرتاح فرض المحال، نعم، تفضل يرجع له يبقى ويصير؟ لا 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 شنو ما مرتاح؟ وين يلعب هو يعني؟ مع احتراماتي ما نريد نذكر اسماء، يلعب ببيطالي ناس محترفين ويعرفون شلون يتعاملون، ما طول مع ناس عندهم انسانيه. لا تخاف على الشخص اللي عنده انسانيه وما يظلم احد، لا تخاف، يعني ماكو عذر، استمر مهما كانت الضغط. طبعا المدرب ده يشيد بيه ويقول له انت عامل اساسي ومهم وعنصر مهم بالنادي، وعندي انا كمدرب جلس مع اللاعب مرتين، جلس مع مدير اعماله. زين، تجربه علي الحمادي في الدوري الانجليزي؟ التجربة جدا وانتقاله حلوة، ودوري الانجليزي بعد وين تريد يلعب؟ ما شاء الله احنا عندنا هذه الفترة أكثر من عنصر جيد في المنتخب الوطني، وأتمنى له التوفيق، وأيضا اللاعب جاي يقدم، لكن شوية مظلوم بالمنتخب على حساب أنه الأفضل منه متواجد مع المنتخب. مظلوم. إن شاء الله هذه مظلوم، لأنه أيمن هو أفضل
المهاجمين بالعراق حاليا. افضل من علي الحمادي؟ طبعا فنيا ولما نشوفه على الورق هو ايمن عامل مهم وعامل اساسي ورئيسي للمنتخب الوطني. يعني الناس من تريد تقارن تقول لك يعني صدق تحكي تقارن لاعب بالدوري القطري ما لها دخل بفريق متذيل الترتيب ما لها دخل هسه ويا لاعب الدوري الانجليزي وتجي تقول افضل هسه افضل لاعب بالمنتخب يقدم لي للمنتخب انا خليه يروح يلعب بالريال شو علي بيه؟ روح العب بالريال تعال للمنتخب من الافضل دي يقدم انت منطي فرصه لعلي وشايفه هو ايمن دي يعطيه فرصه ما شاء الله عيني علي بارده الله يوفقه ان شاء الله الولد يوفقه ويرجع بالسلامه اي ان شاء الله يقوم بالسلامه باذن الله انت روح العب بالريال روح العب ببرشلونه انا شو اسوي بيك تجيني للمنتخب انه انت اكو لاعب افضل منك انا راح اضم ايمن اذا العب انا انتظر انطي فرصه شو اسمه العلي وعندي لاعب جيد زين. يلا هاي شلون هاي شلون رجعت تصريحك لين ما تخطيت يلا سيف سلمان يقول الدوري السعودي فنيا اقوى من الدوري الايطالي طبعا على اي اساس بنيت على اي اساس افضل اللاعبين اللي متواجدين بالسعوديه افضل محترفين متواجدين قارن لي هسه فريق الدوري السعودي يلعب مع افضل الدوريات الايطالي من يفوز يا سيلعب الهلال ويا يوفنتوس مثلا اي من يفوز؟ هذا سألك ما اعرف طبعا الهلال او النصر ويا سي ميلان طبعا يعني ايطاليا مو ايطاليا اي نادي بالسعوديه يروح يغلب اي نادي بايطاليا؟ ايطاليا مو ايطاليا انا احكي لك على الخمسه دوري ابطال اوروبا احكي لك على الخمسه الكبرى هسه ايطاليا هسه انا اذا احكي لك من خمس سنوات لحد الان اي من ايطاليا وين؟ لا هي متواجده بكاس العالم، لا دوريها دوري، لا منتخب انديتها انديه. انت قبل خمس سنوات ما كنت تستمتع بالدوري الايطالي؟ دوري الايطالي واسباني حتى دوري الانجليزي قله اشوفه ايطالي صح لو انا غلطان ايطاليا ما حد مو بذيك الامكانيه مثل قبل اللاعبين المحترفين كلهم منو ما كان رونالدو رونالدينيو كل المتواجدين عشاق الدوري الايطالي يردون على سيف انا بوجهه نظري انا بوجهه نظري طبعا انا بوجهه نظري الدوري الايطالي الدوري السعودي من افضل دوريات العالم حاليا يا رقم في الدقيقه 5 6 7 طيب الوان مع سيف سلمان جايك على السعوديه يلا يا لون تخت هنا هنا هاي الشاشه يمك انت وين رايح؟ ابو على بيتش رادي سكوب 8 يا لون ازرق ماذا جاء في اللون الازرق؟ من هي افضل تجربه عراقيه احترافيه في الدوري السعودي؟ ربك شو هالسؤال؟ هسه سيف يقول هسه شنو يعني ايش تريدني ايش اذكر لك؟ براحتك اريد الافضل سيف سلمان نشأت اكرام هم اسماء شوف سعد ناطق شوف اقول لك يونس اقول لك في الشغله سعد عبد الامير اقول لك في الشغله يوسف الامام بعد الولد هسه بايش توهم تريد نقل يوسف الامير اعطيني اسماء هوايه مره في تاريخنا تريد تجي تاريخ اللاعبين العراقيين اللي وقعوا احمد ابراهيم نسيته وقعوا شوف انا اول لاعب عراقي وقع بالسعوديه واستلم الاقامه اول لاعب عراقي كل اللاعبين اللي راحوا ما عندهم اقامه تاشيره خروج وعوده يسموها هاي نقطه لازم يعلم بها الجمهور لا بس عيد الشيء الثاني شنو الاليه اكو بالوقت اللي اني بالوقت اللي اني ما كانت ما ينطون اقامه كل اللاعبين العراقيين ينطون تاشيره دخول وعوده يسموها خروج وعوده خروج اي شلون التاشيره تاخذها ومن الطب يعني مثلا اذا عندك بس خروج وعوده من تطلع لازم يسوي لك وحده ثانيه مو نفسها تدخل بيها تمام مو باقامه اي انا اللاعب الوحيد الحمد لله والشكر لما وقعت للدوري السعودي من بعدي اجيش كم لاعب؟ سته لو سبعه أي. اربعه من عندهم انا موقعهم وهم ما يدرون وحق هاي نعمه الله اللي هم بدون ذكر اسماء هم واضحين اللي بالدوري بأي هم يعرفون نفسهم بس انا ما اريد اذكر اسم انا من بالفتره اللي كانت عندي مشكله مع الاتحاد السعودي المفروض اروح للهلال زين العفو للاهلي للاهلي السعودي للاهلي السعودي اهلي والاتحاد اثنيناتهم بجده مشكلتهم مشكله شلون الزوراوي الجويه الزوراوي الجويه قبل مو هسه كان اللاعب مستحيل يلعب بالزوراوي يروح للجويه وكذا فاني شويه صرت يعني استعجلت بالتصريح مع رئيس النادي قلت له انا ابدا اطلع انتم ما قاعد تعطوني فلوس ابدا ارجع للعراق فبثناء اوجه له تحيه الكابتن تيسير الجاسم
قاعد انا وياه باحد المطاعم، قال لي ترى النادي رايديك الك بس لا تقولهم، خلص نفسك وتعال. فانا قلت له اريد ورقة، اريد اقعد مع النادي حتى اشوف حتى اتصرف. حكيت مع الناس اللي مسؤولين، قالوا احنا رايديك ونبصم بالعشرة نريدك. صرت عصبي مع رئيس الاتحاد، رئيس نادي الاتحاد، وقلت انا اريد اروح الاهلي. قال لي تروح تقعد بالبيت وزيد عقدك وراتبك وما تروح تلعب له. والله والله العظيم ما تمثل غير نادي، المهم وصل الاهلي. المهم فالحمد لله والشكر جبت بعض اللاعبين، رشحت بعض اللاعبين، انه اكثر من مركز رادوا الاهلي وغير الاهلي وهجر وغير هجر، انه لاعبين منهم جيدين معاك بالمنتخب او تشوفه يفيدنا. قلت له فلان 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 وراح اوقع وياهم. المهم تجي على افضل اللي كانوا متواجدين، نشأة اكرم، راح تعددهم كلهم. نشأة اكرم لا تريد واحد طبعا، سيف سلمان تجربه، يونس محمود سؤال لا شنو يونس محمود شنو تجربه، لا دا اقول لك يونس محمود ملعب ست مباريات تجربه، لا راح اختزلها باسمين واختار لي واحد. أوه. من افضل تجربه احترافيه بالدوري السعودي، سيف سلمان ولا نشأة اكرم؟ لا نشأت مع السبب طبعا، لا نشأت نشأت هو ايه شنو هو السبب ليش نشأت، شنو منو طول اكثر منو لعب اكثر؟ نشأت اعتقد سنه ونص مع الشباب. اي سنه لو سنه ونص. والله ما اتذكر بالضبط كم سنه، لو سنه لو سنه ونص. زين انا لعبت سنتين ونص لعبت مع الاتحاد، اي ولعبت سنه مع هجر، يعني ثلاث سنوات الى اربعه. انا نشأت اكرم هو افضل محترف بالدوري السعودي، يستاهل ابو نعم. شو رايك بتعاقدات الاتحاد هذه الفتره هاي السنتين؟ هذا النادي والله العظيم في اكو عنده فد مشكله عجيبه غريبه، وهي يا اخي ما محظوظ يجوك افضل اللاعبين اللي متواجدين. بعدك افضل من كريم بنزيما طفى. والله العظيم هذا النادي بالقران الكريم، كريم بنزيما جايك من ريال مدريد، تخيل بعد مين افضل لاعب بالعالم، مين يجي وافضل لاعب بالعالم وهداف ريال مدريد وهداف ابطال اوروبا، يعني شو تريده؟ هذا النادي بيفد نحس علاوي بالقران الكريم، ما تعرف شنو سر النادي هذا. من كان عنده من ما كان عنده فلوس، قلنا مشاكل وما عنده فلوس، واغلب اللاعبين انا طلعت من الاتحاد تخيل دزوا لي اعاره الهجر، هم ما عندهم فلوس تسووا. انا عقدي كذا مبلغ، يعني 3% من عقد سوليمون تاري. جابوا سوليمون تاري ب 12 مليون دولار. لا والله. تخيل. لعبنا الاتحاد وهجر واحد ضد الثاني، حالة من الحالات ركض وراي سولي مونتاري شطح تعور، صارت عند شطح ليلية بس لا رباط، طقت العضلة الخلفية. 12 مليون دولار راح. السنة كاملة كل شهر ياخذ مليون دولار، طلع جاء كريم بنزيما، اللاعبين اللي متواجدين اللي كلهم لاعبين جيدين، ما النادي نحس بيفد مشكلة بيفد فد موضوع معين ما داعرف. زين اكسل اكسل الأندية اللي باقي كلها، حتى كانوا نادي الأندية اغلبهم انه مو ذاك النادي الكبير، لكن تجربه رونالدو مع النصر حلوه طبعا، هاي تجربه دوله، هذا عمل دوله صحيح. يعني احنا لحد الان ما نعرف نجيب لاعبين محترفين، هسه لا تجيب كريستيانو ولا تجيب ميسي ولا تجيب كذا، تجيب لي محترف ابو 3000 دولار بالشهر او بس اسمه انت عندك لاعب محترف، جيب يا اخي استقطبوا لاعبين جيدين محترفين، ترى احنا نعاني من هذا. من اكثر نادي يجيب محترفين مميزين بالدوري؟ الشرطه هم يمكن افضل نادي يجيب. شلون دوري نجوم العراق عاجبك؟ افضل عن صعيد البنيه التحتيه، النقل التلفزيوني، الاداء افضل من السنين اللي راحت، العمل مع الناس اللي بالاتحاد، الانديه بدت مشاكلها تقل مع الماده وال عوده بشار السن للجويه. وين يروح الولد؟ هو ناديه هذا، انا اعرف انه بشار وعلاقتي طيبه به، اتمنى له الموافقيه ان شاء الله مع القوى الجويه، يعني هم هو جويه شرطه زوراء. توقيعهما مع زاخو؟ زاخو اداره واعيه، انا اشتغلت معاهم، جمهور واعي محب لكره القدم، وتجربه لا باس بها. ليش زاخو نادي جماهيري من الانديه الكبار اللي متواجده بالدوري. مهند عبد الرحيم وعلاء عبد الزهره مع الميناء. يعني علاء عبد الزهره والميناء هم نادي جماهيري ونادي على مستوى عالي، والميناء تاريخ حاله الجويه وباقي الانديه. مهند
مهند اتمنى له الموفقيه ان شاء الله. البصره بها ملاعب جيده، وهو حاليا يعني راجع من اصابه، واتمنى له الموفقيه، وبالتاكيد انه اتمنى انه الجمهور يسند هؤلاء اللاعبين، لان تعرف على عبد الزهره ومهند لاعبين مؤثرين راح يكونون، واسماء والثقل كله باب لاسماء اخرى تجي للميناء، والثقل كله عليهم. هي المشكله خلي الله يوفقهم مع النادي، لانه الجمهور الميناء صعب جدا اذا ما تقدم مشكله. اول ما يروحون يروحون على وين؟ راح باللقاء الثاني راح استضيفك، خلص وقتي. ايش راح اعرفك الاداري لو المدرب سيف سموك؟ كيفك انت، وين طموحك؟ انا متجه ان شاء الله تدريب، مخلص دراسه ان شاء الله، وعندي معايشه بالسعوديه. يا شو وقت تروح باذن الله؟ مع الاتحاد؟ لا لا لا، باحد الانديه بالسعوديه. تمام، من ترجع نستضيفك ونشوف شنو تجربتك ان شاء الله، ونشوف السعوديه دوريها اقوى ولا الدوري الايطالي. قناتي هاي وانت اخوي عزيز وغالي، كابتن سيف سموك، شرف بك حبيبي. لكم مشاهدينا، نلتقي غدا، السلام عليكم.